للحين ما انتهى الجيم ومتقدم عليك ثلاثة يا ورع. جابوا ثلاثة أربعة فليلة صفر أربعة يا ابو ثلاثة أربعة فليلة صفر أربعة. وقف يا هو، هذا سعد دارنا الجديد طازة تو ساكن. السلام عليكم. السلام يا هلا. سلام حياك منور. ياسر شكش كفتاع عزوز ونعم فيهم. تفضل صدر المجلس. يلا حيا يلا حيا. الله يحييك. كفتة قهوة ضيف قهوة. اقدر تفضل. الله يسلمكم يا عيال. عاد ترى انا ما احب الرسميات، يعني يا ليت الوضع يكون بيننا شبابي. شبابي ولا هلالي؟ حلوه بس لا تعيدها. اقول دامكم فلينها يا عيال، وش رايكم ناخذ كذا جيم بلاي ستيشن؟ اطلق واحد فيكم يلا ينزل لي هنا، واذا فاز علي ابعشيكم. كلام كبير والله. اجل انا اللي بتحداك. يلا الميدان يا حميدان. وفزت عليك يا سعد، بس تبي الصدق؟ والله انك خصم سهل جدا. تستاهل، لكن اوعدك المره الجايه انا اللي بفوز. ويا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. هذه نهايه القدحه. طيب وش تبون عشاء يا عيال؟ يا هو عيب عليك، انت ضيفنا المفروض احنا نعشيك. لا 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 لا، انا وعدت، واذا وعدت لازم اوفي. قلت لكم اذا خسرت انا بجيب عشاء. وش تبون؟ جيب اي شيء على ذوقك. لا سمح كيف مندي؟ ايه لا تفشلنا انت. ابو يسيب يا اخي وضع جوع والله. جيبوا ابشروا باحلى مندي. بس عامر عطني مفتاح سيارتك. ابشر بعزك. خذ سيارتي بس لا تتاخر علينا. ويا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سهر الليل يا ابو ثلاثة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا. اقول لو سمحت التيس بكم عندك؟ التيس المندي عندي ب 900 ريال. حلو. والخروف؟ الخروف ب 1300. والله بيني وبينك انا عازم لي رجيل ودي اتجمل معهم. عطني اجيب 1003 خروف. ابشر ابشر. الله يكثر خيرك يا سعد، والواجب لك. من زمان ما حد عزمنا خروف في الاستراحة. جاله بالعافية يا عيال. عاد تصدق يا سعد، تعال كل يوم عشان نازل نفوز عليك وتعشينا. لازم بكرة تيجي هنا يا ابويا، مباراة الهلال والاتحاد ما في الا طاحن. المكان مكانك حبيب قلبي سعد، متى ما فضيت سير علينا. عاد والله موعدكم يا عيال، انا عندي كم شغلة بكرة، إذا خلصت بدري أبجيكم. أجل اسمع، حنا بكرة العصرية بنقعد نفر. إذا أنت خلصت بدري دق علينا نمرك، أوكي؟ إن شاء الله. يلا يا عيال سموا. بسم الله. هلا والله بخوينا الجديد سعد. هلا بكم والله يا عيال، معليش تأخرت عليكم. سلامات، عسى ما شر. ما يجيك الشر. كنت أساعد الوالدة، تعرف كبيرة سن وما لها بعد الله إلا أنا. ما شاء الله عليك، بار في والديك يا سعد. إي والله، ولا غلطة أنت، أهلك لو تهلك. الله يوفقك، تلاقيه عند عيالك. هلا يبا. إيش؟ يلا يلا جاي يلا يلا. وش فيك؟ تعال نحل مو بوقتك، امشي. الحيوان استغل طلعة اهالي من البيت وزرف ذهب امي والفلوس، حسبي الله عليه. طيب يا ياسر، انتم ما ركبتوا كاميرات في بيتكم؟ ما ركبنا، راحت علينا. الله لا يوفقه. هيا تفضل. يوم ما جوعت نفسي عشان تفوز عليه تقوم تنهدم. مبروك. الله يبارك فيك يا عامر، بس للامانه يا عيال عامر لعيب. لا يا شيخ، تفوز عليه بهدفين وتسلك لي. يا عيال بالمناسبه هذه اطنخوا علي العشاء اليوم. قول له وكباجي كاريا وراي كانغا انقدم كانغا انفوز اناكل انشبع المره انقدم كانغا قدم كانغا. اخيرا راح تسويها هذه. اردف عالي يا ورع. لو سمحت جيب مندي. ابشر بعزك، ما طلبت شيء. كفو. حياكم الله يا عيال على قله كلافه. الراجل يجيب لنا خروف وانت تجيب لنا دجاج. اقول ارعى ارعى حبه
على 6 اشخاص يا طفران. سموا ما عليكم منهم. الو وشو؟ يلا جايكم الحين. وش السالفه يا عيال؟ مشينا مع اخوينا. امشوا قم. يا ابوي ما دام الوالده بخير والحرامي ما سرق شيء لا تشيل هم. اي والله على قولتك، الحمد لله ان الوالده بخير. الا زين الحرامي بعد سمع الصوت وانحاش. يا سعد ترى حارتنا امان، اول مره يجي حرامي. اي اول مره يا ابن الحلال، انا من يوم سكنت عندكم هنا وكل يوم بيت مسروق. الحمد لله عدت على خير، مشينا الاستراحه. يلا مشينا. سوا يا اخي تعال كالة لا تدي كف من الوكاله كالة. وزه هو. عاد تدرون يا عيال بصراحه انا ارتحت لكم، خصوصا وقفتكم يوم جاء الحرامي بيتنا، هذه لا يمكن انساها. ودي اجي كل يوم الاستراحه بس لازم اقط. عفو عليك، بس تقط وما تقط الله يحييك باي وقت استراحتك. لا كذا احراج يا عامر. يا ابوي ما في احراج ولا اي حاجه، انت منه لو فينا. يا ابوي انت ما قصرت، يكفي المفطح اللي جبته قبل كم يوم. الو طيب الحين جايكم، يلا مع السلامه. خير عسى ماشر. عندي ظرف ولازم اروح البيت. طيب تبينا نوصلك؟ لا ما يحتاج، الله كثر البرامج، اطلب لي سيارة الحين. اما عاد تطلب من البرامج والهي اللي موجود، خذ خلص.